أستاذة منال بتسأل 70 سنة وبتقول أنا بخدم نفسي بالعافية، وابنها بيشتغل في المملكة العربية السعودية، وهي بتقول هو ينفع يحج عني؟ أنا مش هقدر إن أنا أحج، أنا ما عنديش قدرة مالية ولا بدنية. السيدة الفاضلة الست منال، شرط الحج للحي أو عن الحي إنه تتوفر فيه شروط الاستطاعة. شروط الاستطاعة دي اللي هي شروط الاستطاعة المالية المادية يعني، وكذلك البدنية. ومن لم يكن لدي لا أي من هذه الشروط فهو غير مستطيع للحج، يعني مش غير مستطيع وبالتالي لا يجب عليه. طيب الحج عن الحي يجوز زي ما قلنا قبل كده وكما ذكر السادة الفقهاء بأنه يجوز في حالة واحدة فقط، لما يكون الإنسان اللي على قيد الحياة ده معضوب. يعني إيه معضوب؟ يعني ما يجي قعده على الكرسي كده ما يقعدش، ما يستقمش. الذي لا يستقر على شيء، بحد العبارة بتاعته، الذي لا يستقر على شيء، تقعده كده يقع، ما فيش تماسك خالص. وما أظن حضرتك بهذه الحالة صاحبة السؤال.